أنا أعتقد راضي شنيشل كان لاعب محترف يعرف شنو معنى الاحتراف، يتدرب صباحا وعصرا، مهتم بتغذيته، مهتم بجانبه، لذلك طول بالملاعب وبالاحتراف فترة طويلة في دول الخليج. هل تعتقد أنه يونس محمود في اعتزال جاد أم بين أو عين على الملعب وعين على الاعتزال؟ يونس من اللاعبين المتمكنين الجيدين اللي قدموا للعراق كثيرا، وأعتقد وصل إلى مرحلة أن يعتزل بالقمة، وهذا هو ما مطلوب من عنده. يعني يمكن أنا من الناس اللي نصحته يجب أن تعتزل بالقمة لأنه تبقى في أذهان جمهورك ومحبيك أنت في القمة. يمكن أنا اعتزلت في قمتي، أنا كنت هداف الدوري وكنت كابتن منتخب العراق في 90 وفي أفضل عطائي، واعتزلت في وقت قمتي، خاطر تبقى في أذهان الناس أنت ذلك النجم اللي استطاع واللي قدم نتائج وقدم بطولات وقدم إنجازات لبلده. يونس قال لي أنه هو ناوي يكون رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، هذا ممكن؟ ممكن، هو حسب توجهه. يعني هناك من يتوجه للإعلام، هناك من يتوجه للتدريب، وهناك من اللاعبين يتوجهون للإدارة. ممكن يكون رئيس اتحاد كرة القدم في حل محلك؟ ممكن، أي لاعب مثل ما احنا كنا لاعبين واتدرجنا في الاتحاد، لكن ليست رأسا من العمل الرياضي، رأسا للعمل. بس انت الرياضي. عقل يعني كم هدف سجلت براسك؟ انا مثلاً قبل ان اعمل في اتحاد كرة القدم عملت في نادي الطلبة، وبعدين عملت في اللجنة الأولمبية بالعلاقات، وصرت عضو اتحاد كرة القدم، وصرت امين سر، وصرت نائب رئيس، الى ان صرت رئيس اتحاد كرة القدم. فالتدرج بالمناصب يعطيك خبرة ويعطيك نضوج ويعطيك امور كثيرة، اضافة الى الشهادة اللي احملها، واضافة الى اللغة. يجب أن الإنسان اللي يعمل في هيك منظمات رياضية أن يكون عنده حصيلة من اللغة وحصيلة من العلاقات والمعارف وحصيلة من يسخرها في خدمة المنصب اللي يتولاه. حسين سعيد، هل هو رأس أم قدم؟ تسجلت كثير من الأهداف الحاسمة براسك. والله في كل، يعني اللاعب مطلوب أن يسجل في كل. لا براسك كم لعبة؟ يا حتى بركبتي مسجل. والله وين؟ ضد اندونيسيا في بطولة مرديكا اللي كانت من البطولات الموجودة. فاللاعب يستخدم كل يعني أعضاءه في تسجيل الهدف المهم. ولا مرة بيدك مثل مارادونا؟ لا ما مسوي. اللعب النظيف فير بلاي ما مسوي. هو كان 10 وانت 10 صح؟ صحيح. رقمك منو بعد؟ زيدان 10؟ زيكو 10. زيكو 10. بيليه يعني كنت اعتبره 10 رمز. انا عملت رقم 10 حبي ببيليه، لان في عام 70 كان عمري 12 سنه. يعني انت طلبت الرقم 10؟ نعم، من بديت برقم 10 واستمريت في نادي الطلبه وفي المنتخب. من العشره اللي بعدك من الفريق العراقي؟ كان على كاظم فترة من الفترات، سلمت في نادي الطلبة وفي المنتخب العراقي. منو هسه بالفريق العراقي 10؟ كل يوم واحد، ماكو استقرار في. لا يعني انت حريص على ان تبقى هذه العشرة متميزة ونظيفة تعرف نوبات الانسان يتفاعل في هذا الرقم، يحمل هذا الرقم اللي يتفاعل به. احيانا تفرض عليه لانه ماكو ارقام موجودة، اكو لاعبين اسبق منا ماخذين هذه الفانيله ورقم هذه الفانيله، لكن 10 من الارقام المحببه يعني. زين انا هسه اقول حسين سعيد يمنح فانيله رقم 10 للاعب عراقي في منتخب الشباب الان. مهند عبد الرحيم. مهند لاعب مستقبل هداف ومتمكن والى مستقبل كبير في المنتخبات العراقيه. أمجد راضي من اللاعبين الجيدين واللاعبين اللي أعطيت إلى فرصة كبيرة بالمنتخب الوطني. أنا كنت في رئاسة الاتحاد، كل المدربين الأجانب أعطوا فرصة، لكن للأسف في المنتخب الوطني لم يقدم ما هو مطلوب من عنده. في الدوري يقدم أحسن العروض وأحسن هداف دوري وعنده إمكانية وعنده
يحتاج بعد حماس أكثر، يحتاج تدريب أكثر، وسيكون إلى مستقبل كبير في العالم. مرة قلت لي يا أبو عمر أنه كرة القدم لعبة حظ. الحظ والتوفيق يلعب جانب آخر، يعني إذا جانب الموهبة الموجودة، يعني في كثير من الأمور إذا ما يحالفك الحظ والتوفيق، حتى المدربين، يعني إذا مدرب ما عنده حظ ومدرب متمكن يعني ينصح بأنه لا يدرب كرة القدم. هل عدنان حمد محظوظ فعلا؟ عدنان محظوظ وموهوب ومتمكن. حكيم شاكر؟ حكيم محظوظ وإنسان متمكن، لأنه تدرج وقيادي جيد، وأنا من الناس اللي زرعتهم هؤلاء البذرات واللي أنتجت. يعني حكيم أنا سميته من كنت اتحاد على منتخب الشباب ومنتخبات الفئات العمرية، وفعلا أبدع وتمكن وأفرع الشعب العراقي وحقق نتائج طيبة في ظروف صعبة يقاس إليه، وكان أفضل من المدربين الأجانب. طيب وماذا تقول في خصومة اللي دائما يتقولون عليه؟ هناك مثل ما قلت لك أعداء النجاح، يعني هناك لكل إنسان ناجح أعداء، وهذه الثقافة للأسف سادت شعبنا العراقي على كل الجوانب، سواء الجانب الإعلامي أو الجانب الفني أو الجانب الشخصي، وحتى في بعض الأحيان تكون لجوانب الأصدقاء والجوانب العائلية. فأعتقد ثقافة الحقد والحسد اللي ليش سميها ثقافة؟ ليش سميها ثقافة؟ ثقافة مكروهة. لا، وأنا سمعت من عدنان حمد ثقافة البطولات. يعني هي الثقافة قد تكون جانب سلبي وجانب، هذه الثقافة للأسف كانت في الجانب السلبي، لأن هاي جديدة، ثقافة جديدة ظهرت مع الاحتلال اللي إجى العراق. ورسالة عدنان دكتوراه في كرة القدم في ظل الاحتلال العراقي. مو أنا وعدنان عشنا هاي المرحلة 2003، يعني مرحلة صعبة جدا، في ظروف صعبة جدا، في ظروف ماكو لا مؤسسات دولة، لا وزراء، لا مجلس حكم، كل شهر يجي واحد. سوينا فريق، وهذا الفريق أبهر العالم، وهذا الفريق صعد رابع على العالم، وبالتالي يجي المحتل يقول أنا هذا الفريق من صنعي، ما يعرف هذا الفريق. بوش مرة ادعى أنه هو ما يعرف هذا الفريق، يعني صنعنا من عدنان حمد. أنا ما كنت بالاتحاد قبل 2003، ب2000 أخذنا بطولة شباب آسيا في إيران، غلبنا إيران وغلبنا اليابان في النهائي، وصعدنا لكأس العالم للشباب. هذا الفريق تدرج مع عدنان حمد إلى 2004 اللي أخذنا به رابع عالم، ونفس اللاعبين، مجموعة اللاعبين 2007 كانوا بالمنتخب الوطني وأخذوا كأس آسيا. فهذا العمل الكبير من 2000 إلى 2007 تدرجنا به، أخذنا شباب آسيا وأخذنا أولمبياد رابع العالم وأخذنا كأس آسيا. أعتقد هذا جيل ذهبي قدرنا أن نعمل وياه ونحقق ونفرح الشعب العراقي في ظل ظروف صعبة. يعني من 2000 إلى 2007 ظروف صعبة مرت على العراق، وكل الناس عارفة فيها بأنه تحقق نتائج أحسن من دول مجاورة لك أو دول آسيوية وعربية، كل شيء متوفر لها، يمكن هذا إعجاز كان. خلينا بالأرقام، عندك 360 هدف. والله ما عد الأهداف، بس عندي 131 لعبة دولية. نعم. لذلك بالأرقام. يعني لاعب القرن أنت أحمد راضي. لقب أنا وأحمد راضي من قبل الإعلاميين العراقيين أعطونا نقابة الصحفيين بوقتها، لكن من الاتحاد الآسيوي عندي جائزة لاعب القرن، إداليها ملك ماليزيا كان رئيس الاتحاد الآسيوي، ووضعوها الدولة في متحف الساعة لأنه من النوادر الموجودة، وضعوها، وللأسف متحف الساعة سرق ونهب، ويمكن راحت علي جائزة لا احتفظت بها الدولة في متحف الحزب ولا رجعت لي شخصيا، يمكن هذا. طيب والكرة الذهبية؟ قصدي الحذاء الذهبي. عندي الكرة الذهبية وعندي الحذاء الفضي مال ثاني هدافين كأس العالم، كلها محتفظ بها الحمد لله. طيب منو الآن لاعب القرن بنظرك؟ يعني تعرف كل قرن إلى، يعني هسه بدأت الجيل، جيل ميسي وجيل رونالدو اللي أخذوا هذه البطولات، أما بالعراق يعني لا نزال، يعني الإنجازات لم تكن، تعرف أنت الإنجازات اللي حققناها بجيلنا إنجازات ما يعني. أنت كنت لاعب قرن على كل القارات؟ لا قارة آسيا بس أيضا بالفيفا مسجل اسمي ضمن لاعب القرن. لاعب القرن كل لاعب يلعب أكثر من 100 مباراة دولية لمنتخبات الوطنية، المنتخب الوطني الأول ينضم ضمن هذا النادي يسمونه نادي القرن بالفيفا.
فهذا النادي القنم في ليبيا يضم آسيا وأفريقيا وأمريكا وكل القارات، فهناك أكثر من لاعب عراقي قد يكون أيضا. أحمد لعب كثير، عدنان درجار، رعد حمودي، هناك لاعبين استمروا بالملاعب لفترة طويلة يعني، وهذه ويلعب إذا عنده صعب 100 مباراة دولية فما أكثر ينضم يقدم للفيفا وينضم للاعب القدم. هو يهم الناس إنه تعرف يعني يعرفون هل أنت ريالي أم برشلوني؟ أنا ريالي. ليش؟ أنا في عام 77 في كأس العالم للشباب كنت الثاني هدافين كأس العالم، كان مدرب ريال مدريد يوغسلافي ميلانيج، فإجا بعد أن شافني مباراتنا مع النمسا وسجلت 3 أهداف ضد النمسا، فإجا على رئيس الوفد كان ناطق شاكر بوقتها، فقال له هذا اللاعب أريده في ريال مدريد، أنا مدرب ريال مدريد. كانوا يبحثون المدربين في بطولات الشباب عن العناصر الموهوبة، فقال له ايش تحتاجون أنا أعطيه. وذاك الوقت ماكو احتراف، ماكو احتراف، فاعتذر له رئيس الوفد وقال له احنا دولة اشتراكية ما عندنا احتراف، ما ممكن أن نحترف. فالرجال جاب لي دريسة وطاني علم ريال مدريد، ومن يومها وانت من يوم حبيت ريال مدريد، لأنه تعرف شاب وأول نادي عالمي أن يقدم لك عرض احترافي في ذاك الوقت، من ذاك الوقت حبيت نادي ريال مدريد. طيب هل تعتقد أنه فعلا الكرة الإسبانية أفضل الكرة يعني الأندية كثيرة، الأندية البريطانية، الأندية الإيطالية، الأندية الفرنسية قد تكون أفضل، بس هناك سر لماذا الناس انقسموا بين ريالي وبرشلوني في العالم كله؟ يعني قبل احنا تعرف شنا مع الانديه الانجليزيه، العراقيين كنا مع الانديه، من كان يجينا نادي انجليزي ينترس ملعب الشعب، كنا نلعب مع ارسنال ونوتنغهام فورست يجينا وليفربول، كنا بالفتره من خلال معهد الثقافه العراقي البريطاني كانت تجينا انديه كثيره تلعب مع منتخباتنا. فاعتقد استقطابهم لاحسن نجوم العالم، التسويق لبطولاتهم بشكل جيد، وأيضا إنجازاتهم، ليست إنجازاتهم أخذوا بطولات عالم للأندية، إنجازاتهم على بطولات أوروبا، أيضا ما يقدموا من كرة جميلة، يمكن هذا اللي خلى شعبنا أن ينقسم إلى ريالي وبرشلوني، ويمكن هاي من الأمور جيدة جدا. يعني أنا عندي طموح أن نفتح أكاديميات للأندية اللي عندها شعبية في العراق، سواء الأندية الألمانية أو الأندية الإسبانية، ويمكن هذا فد مشروع أنا دا أفكر به حاليا أسويه في أربيل. ما هو أجمل هدف سجلته في حياتك؟ أجمل هدف، والله أهداف التاريخية تعرف اللي تبقى في ذاكرة على إيران، على إيران هذا سؤال المشاكل يعني الهدف الثالث والرابع على إيران، يمكن هذا فتحت لي أبواب الشهرة، ومن الأهداف الجميلة لأول مرة نفوز على إيران في عقر دائرة أمام 100,000 أمام ابن الشاه، وابن الشاه اللي كان علاقات إيران والعراق في ذاك الوقت علاقات متوترة جدا، أعتقد هذا من الأهداف الجميلة. هدفي على سوريا اللي صعدنا في كأس العالم اللي لعبناه في الطائف، يعني كنا العراق وسوريا تعرف العلاقات كان متوترة ومقاطعة، وما عملونا يا سوريين من لعبنا في العباسيين، ملعب العباسيين كان استفزاز لفريقنا والعراق، لذلك يعني صعودنا لكأس العالم كان عبر هذا. بس اللي جاب كأس الهدف كريم صدام تذكر على كريم الإمارات، بس الإمارات. الأخير لعب احنا مع سوريا صعدنا